إنه مشهد مصارعة على الطريقة الأمريكية، لكنه يحصل في الصين، حيث تسعى حلبات هذه الرياضة الاستعراضية إلى غزو قلوب محبي الحركة والتشويق. في إحدى قاعات مدينة شينزان يتفاعل الحضور مع المصارعين في المنازلات التي تنظمها شركة ميدل كينغدوم ريسلينج التي تسعى إلى نشر هذه الرياضة في الصين. نريد أن نستقطب أيضا العائلات والأجداد وجمهورا من الفئات العمرية المتنوعة، لا نريد أن نركز على جمهور متخصص صغير، رغم أننا ممتنون لهذا الجمهور ولدعمه لما نقوم به، إضافة إلى حضوره القوي ووفائه لمصارعنا، لكننا يجب أن نكتسب شعبية كالمحيط وليس كمجرد بركة صغيرة. ويتطلع المنظمون إلى أن تغزو هذه الرياضة كامل الدولة الآسيوية العملاقة. الأمر أفضل بكثير الآن مما كان عليه سابقا، لكن المصارعة ما زالت رياضة خاصة في الصين، هي تحظى بشعبية في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة واليابان والمكسيك، لكن بجهودنا جميعا ستتحسن المصارعة الصينية. ولدفع هذه الرياضة قدما في الصين تحضر اللمسات الأمريكية في المنازلات. في الصين هذه الرياضة حديثة جدا، وكثير من الناس لم يسمعوا بها إطلاقا، لكن عندما يرون الشخصيات والأزياء والأمور الأخرى سيتعلقون بها، لذا من الرائع بالنسبة لي أن أكون جزءا من مشروع جديد وأن أنقل مهاراتي إلى الجمهور الصيني في كل أنحاء الصين. ويأمل الأمريكيون يوما ما في إرسال مصارعين صينيين إلى الولايات المتحدة التي تعتبر معقل المصارعة.